اهلا بكل مشاهدينا من جديد. خلينا مع بعض نعرف هيئه الارصاد بتقول ايه النهارده علشان الطقس النهارده. هيئه الارصاد بتتوقع ان لسه الطقس مكمل في شدته وهيكون شديد الحراره راتب على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وحار وراتب على السواحل الشماليه، لكن بالليل هيكون معتدل الحراره وراتب على السواحل الشماليه ومائل للحراره على باقي الانحاء. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن أخبار الطقس النهاردة. معانا على تليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. طقس النهاردة هيكون مستمر في الارتفاع في درجات الحرارة والارتفاع في الرطوبة برضو؟ بالفعل احنا اليوم مستمرين في ارتفاع نسب الرطوبة الكبير اللي بنشهده منذ عدة أيام بسبب تأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي مع كتل هوائية أغلبها قادمة من على البحر المتوسط، فبتتحمل بكميات كبيرة من بخار المية، فبتأدي لارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم، وده اللي بيزود احساسنا اكتر بارتفاع درجات الحراره، رغم ان درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه، ومتوقع اليوم العظمى على القاهره الكبرى تكون 34 درجه مئويه، الا ان الارتفاع الكبير في نسب الرطوبه هيخلينا نشعر بيها ولو تكن 38 او احيانا كمان 39 درجه مئويه. وفي زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، العوامل دي هتخلينا نحس بالاجواء شديده الحراره الرطبه خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال وجنوب الصعيد، وأيضا جنوب سيناء. أجواء حارة راتبة على سواحلنا الشمالية، ودي أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط. خلال فترات الليل أيضا هنشعر بنسب الرطوبة العالية، فده هيزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، والأجواء تكون أجواء مائلة للحرارة راتبة خلال فترات الليل على أغلب مناطق الجمهورية. في الساعات اللي بتبقى ساعات المغرب او بعد ساعات المساء بيبقى في نشاط للرياح، هو نشاط رياح نسبي بيقلل احساسنا بنسب الرطوبه، فبالتالي بنحس باعتدال الاجواء فترات المساء، لكن باقي ساعات الليل بيحصل هدوء لسرعات الرياح، عشان كده بنحس اكتر بارتفاع نسب الرطوبه، وكمان بتتكون شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى، سواحلنا الشماليه، مدن القناه، ومحافظات الوجه البحري. طيب دكتورة منار، احنا بنقول ما نتعرضش لأشعة الشمس المباشرة، ده يمكن بيقلل إحساسنا بالحرارة، ايه اللي ممكن نعمله علشان نقلل إحساسنا بالرطوبة؟ طبعا ده شيء مهم جدا ان احنا نتواجد في اماكن جيده التهويه، لما يبقى الاماكن فيها منافذ للهواء ونشاط الرياح ده هيقلل احساسنا بنسب الرطوبه، فمهم جدا بقدر الامكان نتواجد في اماكن جيده التهويه، مهم جدا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، ثقافه ان ازازه الميه تبقى موجوده في ايديا على مدار اليوم ده شيء مهم جدا، هيخليني يعني اتناول قدر كبير من السوائل، بالاضافه كمان نرتدي ملابس بيضاء قطنيه فاتحه اللون، ده هيساعدني على عدم امتصاص أشعة الشمس، فبالتالي مش هحس بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة. كل الشكر ليكي دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. خلينا مشاهدينا نستعرض معاكم درجات الحرارة في مختلف محافظات مصر. نبتدي بالقاهرة اللي العظمى فيها 34 والصغرى 25، الإسكندرية 31-24، مطروح 30-24، سيوة 37-22، بورسعيد 31-25، دمياط 30-25، الإسماعيلية 35-26، والسويس 35-22. العريش العظمى فيها 30 والصغرى 24، طابة 35-26، كاترين 32-19، شرم الشيخ 38-29، الغردقة 38-28، الفيوم 35-25، بني سويف 36-25، والمنيا 37-24. أسيوط العظمى فيها 37 والصغرى 24، سوهاج 38-27، قنا 40-28، الأقصر 41-29، أسوان 41-29، الوادي الجديد 40-25، شلاتين 38-27، أما حلايب العظمى فيها 35 والصغرى 28. زي ما نصحتنا الدكتورة منار إن احنا نقعد في أماكن جيدة التهوية، ده هيفرق جدا معانا في إحساسنا بالرطوبة، يمكن درجات الحرارة تكون في معدلاتها الطبيعية لكن نسب الرطوبة العالية حلها
ان احنا نقعد في اماكن جيده التهويه. نرجع تاني لمصطفى ولهدير نكمل معاهم باقي فقراتنا، اتفضل. شكرا ليك يا منى.